سجا وعبدو، عندي لألكن هلأ اختبار ولا هي من هيك. أنا فرجيكم صورة السيارة، انتو اعطوني سعرها التقريبي عالمياً. قديش شركتها سعرتها؟ رح نبلش بأول سيارة. لوتس. لوتس. لوتس إليز. سجا أو عبدو، سعر تقريبي؟ بشتري 25,000 دولار. 70,000 دولار. أنا بعطيكم فرصة تانية تصححوا الأسعار يلي بعيدة جداً عن الواقع. واطية أو عالية؟ واطية. أسعارنا واطية. أسعاركم عالية. 50,000 دولار. 40,000. رح أعتمد اللي بيكون قريب أكتر من فوق أو من تحت، اللي بيكون قريب أكتر هو اللي بيكون ربح. سجل نقطة يعني. 200,000 ريال. السعر الرسمي للوتس إليز 47,000. يعني 200,000 ريال. يعني 1-0. هلا ما بحكي ولا بتعمل بالدولار. ما اعرف انا 50 انت 40. 1-0. فكروني بعد. خلص اوكي 1-0. يلا حطلي عند عملتك. يلا هيدي عملتك لانه كلهم حيكونوا في جهه. 1-0. رح ننتقل للسؤال الثاني. وحده من اهم السيارات يلي مرقوا بتاريخ روز رويس. هيك نكون معك صريح. سويب تيل. نحن بلبنان ما عندنا منها اكيد، سو لازم هيدي السجعه تحفظها. انا ما فيني انا اعطيك سعر صراحه. انا بس لهين لكم سعرها بالملايين. 2,300,000 دولار. بعيد جدا. 5 4 3. 9 مليون. 2 مليون. 3. 2 مليون فاصل 3 وشي 300 معه. 12 مليون. أنا 12 مليون. هذه أنا. فاصل 8. أنا ولو إنه كنت كتير بعيدة عن الواقع بس أنت يعني هيدي النقطة لإليك. التعادل. واو. يسيطر على عبده وسجا 1-1. هذا فينا نصنفه ما بين الإيفوك والرينج روفر. والرينج روفر هو اسمه رينج روفر فيلار. فيلار. سعره أنا بشتري 80,000. 80,000 بتشتري. 72,000 ب 80. أنت عم تاخد تقريبا على السعر بسوق لبنان. إنه إيه؟ مش تعملها. بدك تنزل السيارة يلي ما بعرف عنده ياها واحد من أهم لاعبي الفوتبول بالعالم. ميسي. اسمه ليو ميسي. اشتريها مؤخرا. 2,300,000. وحضرتك؟ 3. 5 4. أغير 3 يعني. 4 مليون. 4 مليون. 4 مليون. 1 يوطح. أنت 4 مليون. أنا 4 مليون. أنت 4 مليون ونص. شو عملت بحالك؟ لك نزعت لنا إياها كلها. أنا عم ضيعك. 2.3 مليون. إيه مزبوط مزبوط. لك نزلنا 5 4 3. بعدلكم كاونت داون. بس أنا فزت. خيي حتى تعيشوا حتى تعيشوا اللحظة. لازم تعيشوا اللحظة. طيب يلا. باجاني سبورتس كار. باجاني انت شاطر بالاسهم وهي شاطره بالاسعار. 800,000. 800,000. سجا 500,000. 500,000. مجددا. 5 4 3. يا الله توتر. 400,000. شو عم تعمل بحالك؟ عم تشكك في بحالي. بكون عارف شغلي انا بهالمنظر هذا بحس حالي عم بعد عم بعمل كاونت داون انا. 5 750,000. 750,000. كلمة الأخيرة. 600,000. 600,000. عبدو غالي يفوز. واو. مليون. مليون. مليون دولار. مستحيل. تسلا. تسلا السيارة الكهربائية. يلا. التي اتس يور كول. هلا أنت بتعطي السعر. 70,000 دولار. 70,000 دولار. أنا ما بدفع أكثر من 40,000. يعني سوق السيارة ما فيها صوت. كم سعرها؟ مو أنت كم حتدفع. أنا 40,000. هيدي السيارة سعرها تقريباً 200,000 دولار. تبي رح اقول لك شغله. صرح ايلون ماسك سي او شركه تسلا مؤخرا انه عم بيعمل سياره كثير اقتصاديه بمتناول الجميع رح يكون حقها 40,000 واسمها موديل 3. ومبروك الفائز هي ياي سجا. ترى كله بالحظ يعني. ما بعرف عبدو وين بدك تخبي وجهك. بدي افكر. ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي التابعه لدريفن. بريك وبنرجع.